ما بين الرد المحسوب أو الدخول في مواجهة شاملة، تتباين الخيارات الصعبة أمام حزب الله. لن تستطيعوا أن تعيدوا سكان الشمال إلى الشمال. الحزب على لسان أمينه العام أعلن تحديه للاحتلال بمنع إعادة سكان الشمال إلى مناطق سكنهم، بل والاستعداد لإخلاء المزيد منهم والاستمرار في فتح الجبهة المساندة لغزة، ما يعني أن الضربات الإسرائيلية الأخيرة بتفجير أجهزة الاتصالات على مدى يومين أو ما سمي بمجزرتي الثلاثاء والأربعاء واغتيال قيادات قوات النخبة في الضاحية الجنوبية لبيروت، لم تنجح في عزل جبهة لبنان عن الحرب في غزة، لكنها بلا شك سببت أضرارا كبيرة في بنيان الحزب وقدرته التنظيمية، وتلقى ضربات قاسية في قدراته العملياتية، وهو مطالب بالرد على تلك الهجمات بالشكل الذي يعيد معادلة الردع إلى ما كانت عليه قبل التصعيد الأخير. الحسابات العسكرية وفقا لمحللين تؤكد أن الحزب بحاجة إلى وقت لإعادة تقييم الأوضاع وترتيب الصفوف، وإسرائيل لا تمنحه هذا الوقت وتلاحقه بالضربات المؤلمة بشكل متسارع بخلاف الغارات التي لا تتوقف على البلدات الحدودية. سلسلة غارات عنيفة جدا. حزب الله شن عشرات الهجمات على مواقع وآليات عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في الشمال، وهو أكبر عدد من الهجمات يشنه الحزب ضد إسرائيل منذ 100 يوم تقريبا، ورابع أكبر معدل هجمات يومي منذ بدء تبادل إطلاق النار بين الجانبين، وبأعداد كبيرة من الصواريخ، لكنها تبقى في أغلبها ضمن القواعد القديمة أو نمط القتال من بعيد. فالهجوم بصواريخ كاتيوشا التقليدية أو بالطائرات المسيرة لا يعد إلا استمرارا للجبهة المفتوحة، ولا يمثل تصعيدا كبيرا أو حربا شاملة، وهو ما يثير التساؤلات حول القدرات الصاروخية غير التقليدية التي يمتلكها الحزب، ولماذا لم يستخدمها حتى الآن. الهجمات الأخيرة عليه تفرض على حزب الله إعادة تقييم سياساته وتحديد ما إذا كان بإمكانه مواصلة هذا النمط من المواجهة، بينما ترتفع التكاليف التي يدفعها، وما لدى الحزب من خيارات متعددة تتراوح بين رد منظم يوضح أنه لن يتخلى عن القتال لفصل غزة عن الشمال رغم ارتفاع الأثمان، أو الذهاب إلى معركة شاملة يدرك كلا الجانبين الثمن الكامل لها، وأنه لن يكون هناك حسم سهل، بل سيكون هناك سحق عظام متبادل مع خسائر كبيرة حتى في العمق، وسيؤدي إلى خلط الأوراق في المنطقة إذا ما فعل محور المقاومة مبدأ وحدة الساحات في ظل الوجود المكثف للقوات الأمريكية. لكن المؤكد أن إسرائيل قد رفعت المواجهة إلى سقف أعلى سيكون أكثر من استنزاف وتبادل للضربات، ولكن تحت سقف الحرب الشاملة التي لا يرغبها جميع الأطراف.